كم من الشباب الآن يعضون على صابع الندم، بل كل اللي يتصل علي من الإمارات من السعودية من مصر أول ما يقول يا شيخ أنا طفشان أنا زهقان أنا والله يا شيخ بنتحر الحين، أقول له بسألك بصراحة أصحابك منهم؟ يقول شلون؟ قلت أصحابك منهم؟ أصحابك ناس ماشين صح ولا خطأ؟ قال والله مطوع أصحابها. قلت شلون الله يجزاك خير؟ قال يعني ها، قلت يصلون مع الجماعة راعين صلاة؟ قال والله مطوع لك عليهم. طيب زهراتهم وقاول لك عليهم؟ قلت بس لا تسألن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إيش من يخالل. في البخاري مثل الجليس الصالح والجليس إيش السوء. والله أني بأوقات أروح لأهلي في ديرتنا وأدخل على أمي الله يمتع بها أقول أمين، هم الوالدة تقرب جنب تقولي ما شاء الله وش ذي أبو عبد العزيز وش الريحة؟ قلت والله يوم ما توي دخلت على مجلس ما شاء الله ناس طيبين وقعدت عندهم وطيبونا، هم بعد يومين ثلاثة أدخل وش ذي وليدي وخر 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 وش فيك يمك هات وش ريحك؟ اي والله ريحتي شيشة، تعرفون الشيشة معسل الحين ترى اخوان طوروها عشان يقبلونها الناس، صاروا ما يسمونها شيشة ومعسل يسمونها معسل بالفراولة صح؟ معسل بالجتو صح؟ حتى البادي جماعتنا البدو طلعوا لهم معسل بالضبان. زين؟ فالوالدة قالت وليد ايش ريحتك ذي؟ قلت يوم ما دخلت على الشباب لعل الله يهديهم وعندهم شيش وعندهم دخان هذه الريحة.